إذا اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في شوطنا الثامن والجزء الثاني الإنتاج المحلي للخيل المبتدئة بعمر الأربع والخمس سنوات، تتنافس على مسافة 1800 متر. يبدأ زهد بالآن من المسار الخارجي، بينما يأتي ساق الغزال في المرتبة الأولى من المسار الداخلي المحاذاة بين بدر الشمال، وأيضا هنا يظهر عقاب نجد من المسار الداخلي ابن باتوريو تاكت في ثالث المراتب. يبدأ هنا ساق الغزال في المرتبة الأولى المسار الخارجي مع زهدب، وأيضا عنيد طويق يبدأ في المرتبة الرابعة بمحاذاة من سحاب. هنا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، يبدأ هنا ساق الغزال من المسار الداخلي، أيضا هنا عنان المجد كذلك يبحث عن مسار، عقاب نجد من المسار الداخلي، وأيضا بدر الشمال من المسار الخارجي. يبدأ زهدب الآن بالتحرك، وكذلك هنا يبدأ عقاب نجد من المسار الداخلي، أيضا بدر الشمال ابن الحاكم مع محمد الحبيب في أول ظهور هذا الموسم. يبدأ الآن في المرتبة الأولى القدوم من قبل من سحاب، وكذلك عنيد طويق مع حمزة سعد. هنا قبيل المنعطف الأخير بدأوا الخيالة باستحثاث جيادهم للبحث عن الانتصار الأول. يبدأ بدر الشمال ابن الحاكم هنا أيضا عقاب نجد من المسار الداخلي القدوم من قبل سيف لها، وأيضا من سحاب نجم جاش من المسار الخارجي. هنا مشاهدينا متابعين الكرام بدأ بدر الشمال القدوم من قبل سيف لها، وكذلك نجم جاش عقاب نجد بالمحاذاة من المسار الداخلي. بدر الشمال يحافظ، يبدأ بتوسيع الفارق القدوم من قبل هنا عقاب نجد، لكن بدر الشمال والرمية الأخيرة في أول ظهور لهذا الموسم. بدر الشمال ابن الحاكم يسجل الانتصار.